مش محافظة عليها قوي، بحاول احافظ عليها وبيطلع بطرق تانية. انا actually cyclothymic، وهي ده حاجة نوع زي bipolar 3، فانا مش عارفة لو ده كان ناتج عن سنين من هذه الشغلانة ولا من ايه، بس انا متأكدة انه كان كومبو من بعض الاشياء. عادي، انا مش بتكسف ابدا ان انا اقول ان انا مريت بسنين طويلة جدا من العلاج النفسي ولسه في وسط ده، وحتى لو انا دارسه سايكولوجي وده مجال يعني مهني برضو بالنسبه لي، فانا مؤمنه جدا ان ده شيء انا طبعا محتاجه ان انا اهتم بيه، ودايما بقول لنفسي صحتي النفسيه اهم من اي شيء تاني، حتى لو هي حاجه انا بنساها. واكيد اوقات كتير قوي بحط شغلي الاول، بحط الناس التانيه اللي حواليا الاول، ومش بحط صحتي انا كبرايورتي حتى لما بيعود عليا جسمانيا. بس اللي اتعلمته مع كل السنين دي انه لو انا مش عارف اخد بالي من ده، انا مش هعرف اخد بالي من اي حاجه تانية. فكره ان انا بمثل من وانا صغيره، اعتقد كون ضغوط معينه انا اكتشفتها بعدين في مراحل يعني عمريه تانية، ولما بقيت مراهقه وبعد ده. في الاول وانا صغيره ما كنتش مستوعبه بالظبط ده معناه ايه، كان بالنسبه لي هو شيء يعني من الحاجات اللي انا بعملها، ولما كبرت ابتديت افهم انه ده ما كانش الطبيعي، انه الناس التانية يعني انا حصل لي كده كونفليكت، كان كرايسيس جدا بالنسبه لي كتين ايجر، انه وانا اللي بعمل كل ده ومحدش تاني بيعمل ده، وكل الناس التانية ريلاكس، وكل الناس التانية ما عندهاش الارق ولا القلق بتاع انه في مسؤوليات وفي شغل وفي مش عارف ايه، وانا عندي 16 سنه ولا 17 سنه وما بنامش وما باكلش وشغاله طول الوقت. ومؤخرا ابتديت افهم عشان كده تشايلد ليبر مش شيء عادي، بس انا اعتقد ان هو كان سبب من الاسباب الرئيسيه في تكوين الانكزايتي عندي المزمن، علشان انا ما حدش قعدني لده نفسيا من وانا صغيره، ما حدش فهمني انه انت هتبقي شيء مختلف ما بين انفايرمنت النورم بتاعها مش النورم بتاعك. فانا علشان اعرف اتاقلم على الكوميونتي اللي انا كنت ببقى فيه، وان انا اعرف اندمج مع ناس توقف سني اللي هي ما بتعملش اي حاجه خالص من اللي انا بعملها، ده كان واخد افورت كتير قوي. ولو انا كنت عارفه من الاول ازاي اتعامل مع ده، ما كانش دي يمكن تسبب لي في كل الانكزايتي اللي انا مريت بيها في اخر فتره. يعني في كده لحظه اللي هي الاها مومنت، لما بتكتشفي انه في حاجه غلط، وانا اعتقد ان انا كنت شايفه انه كان في اي حاجه غلط الا لما كنت بصور حاجه يعني معينه، وكان عندي 16 سنه 17 سنه. I had a bully on set، شخص كان بيخلي الامور صعبه عليا، كان بيجيب لي بانيك اتاكس كل يوم في الشغل، غير ان ده كان تراكم انكزايتي وتراكم قلق. استوعبت بعدين ان هو كان جزء من اللي بيعملوه ده علشان كان سني، وان انا شخص صغير وتارجت سهل ان هم يعملوا فيه ده. ولما لقيت الرياكشن بتاعي فعلا بيشدني وما بقتش عارفه اشتغل وما بقتش عارفه اعمل اي حاجه، اكتشفت انه لا، في حاجه غلط، انا لازم ان انا الاقي طريقه ثانيه اتعامل بيها مع ده. واللحظه اللي I decided انه I need to stand up for myself، انه انا محتاجه اواجه الحاجات دي بطريقه افضل، is the moment that changed everything. مش هخلي حد يعمل فيها تاني ابدا، مش هخلي حد يبقى source of anxiety. لو دي الشغلانه اللي انا عايزه اعملها، انا I'm going to figure out tools ان انا اقدر اتاقلم بيها مع الوضع بدون ما تاثر عليا بطريقه سلبيه قوي كده، ويكون تمن صحتي النفسيه بيدفع غالي قوي. انا قررت ان انا هبقى assertive اكتر، قررت ان انا مش لازم اتحمل على نفسي، مش لازم لو انا فعلا بصور بقالي 16 ولا 20 ساعه من حقي ان انا اقول يا جماعه انا تعبت، مش قادره اقوم، مش قادره اتحرك، مش قادره اعمل، لانه في الاول في الاخر انت بتاخد من الانرجي من تانك الطاقه اللي عندك، في الاخر ما بتعرفش تكمل شغل. وبالذات لما انت تبقي ست في الورك بليس، كل ما تبقي اسرتيف كل ما يقولوا اه دي تنكة دي كذا دي مش عارف ايه. فانا هاد ديسيجن تو ميك، شود اي ان انا اتقبل كل الانكزايتي اللي عندي وارضي كل الناس واضغط على نفسي علشان يتقال ان انا ممثله جميله ولذيذه وكل الكلام ده، ولا ابقى هارد وركر ويبان في شغلي وابقى اسيرتيف واخلي بالي من نفسي and let them say whatever they say. So let them say whatever they say. This is my tool ان انا بحاول افكر نفسي بيها طول الوقت، يقولوا اللي هم عايزين يقولوه. I need to take care of myself. I'm here to do my job. I don't owe anyone anything. اعتقد اكتر يمكن حاجه اثر فيها علاقاتي الشخصيه، في حاجه كثيره قوي ممكن انت تقولي مش كل الناس بتشتغل في شغلانات ممكن يشتغلوا ساعات طويله ما يناموش ما ياكلوش كويس، يعني في شغلانات كثيره قوي كده كل الناس اللي هنا كده. بس علاقاتك الشخصيه بتتاثر، مش فكره العلاقات الشخصيه اللي هي مثلا ريليشن شيبس اونلي، تفكري هل في اصدقاء هيرضوا بالاوضاع اللي عندك دي، هل في اصدقاء هيقبلوا ان انت ما تكونيش متواجده طول الوقت، وان انت ممكن تحتاجيهم اكتر ما هم يحتاجوكي. فايت ميكس يو ثينك يعني هاو ماتش ار يو ويلينج تو جيف اب. She's everything I wanted to be and everything I cannot be. She's my childhood idol. She's the reason I wanted to act. I used to constantly reenact مشاهد من صغيرة على الحب. قررت أخلي بالك من زوزو على كبر شوية. I realized إنه قد إيه I was actually in her shoes.
انا كنت بضطر اروح الجامعه، اي نعم هي كانت طالعه راقصه شعبيه في فرقه مامتها وانا ممثله، بس احنا الاثنين انترتينرز يعتبر يعني. فكره انه هي كانت مجتهده جدا وعايزه تخلص الجامعه وتعمل كل ده، وانه ما كانش ده دايما البرايورتي بالنسبه للناس اللي قريبه منها، انه لا في عندك شغل وعندك مش عارف ايه ومهنه وكذا كذا. فدي كانت حاجه on the personal level I related to جدا، ومن اكتر حاجات اللي يمكن when I watched her خلاني ارفلكت قد ايه المهم الواحد يكون عنده برايد وعنده عزه نفس. فيلم قمر 14 المخرج هادي الباجوري، في نجوم كثيره قوي، احمد الفيشاوي، خالد النبوي، شيرين رضا، وغاده عادل، وخالد انور، واحمد مالك، ويومي فؤاد، ناس كثيره قوي 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 نازل قريب. وفيلم ريتسا برضو اخرج احمد يسري، نازل في العيد ان شاء الله اللي جاي، برضو احمد الفيشاوي واستاذ محمود حميده وامير المصري وعائشه بن احمد وناس كثيره. فدول اكتر اثنين بروجكتس انا متحمسه لهم، لانه انا بدات تمثيل عشان بحب اشتغل في السينما، مش عشان انا عايزه اعمل دراما. فحاسه ان انا الفتره اللي فاتت كنت بعمل دراما بس، ومبسوطه ان انا دلوقتي بعمل ده. ومستنيه شورت فيلم برضو خلصته من قريب اسمه ماما، متحمسه برضو ليه جدا وبس.